أمني يقتل شاب تونسي في فرنسا في ظروف غامضة. شنو اللي صار؟ علاش؟ احنا معنا محامي العائلة ومحامي الضحية، الضحية اللي اسمه زياد. التفاصيل باش ناخذوها من الأستاذ المحامي سفيان قزقز مباشرة من فرنسا بالتليفون. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم، بارك الله فيكم، شكرا على قبول الدعوة. أستاذ، قبل ما نحكيه على تفاصيل القضية عملية القتل اللي صارت وأطوارها والأسباب نتاعها وشنو قاعد يتقال حتى في الإعلام الفرنسي، نجم نعرفوا تفاصيل عن الضحية؟ الضحية شو يعمل في فرنسا؟ وين بالضبط صارت العملية؟ شوف، زياد هو شاب عايش في فرنسا طوال 15 عام من نيس، والديها موجودين هنا في نيس، عمره 23 عام. قديش عمره؟ 24 سنة. بيه 24 سنة، وكان مع واحد صاحبه، ومعته ماشي في كياس، وجي كنترول تا بوليس، قالوا أحبس. هو من دول محمش يحسمته وحاول يهرب من البوليس، جي يجي والبوليس يجي وراه، قاتلين مقتول ثم مثل ريتو الفيديو، يلقاو روحهم معناتها فاسفات، وديريكتومون معناتها البوليس حطت الكهبة نتاعو، قالوا أهبط من جهتك، ثم مردش عليهم ومقليتو ديريكتومون معناتها إلى تيري إلى توي. سمحني، معناتها زياد علاش ما حبش يحبس للبوليسية؟ علاش ما حبش يمتثل لأوامر الأمني؟ معناتها أنتم ما تنجموش تأكدوا ولا تنفيوا إشاعة قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا زياد يسوق من غير برمي. صحيح يسوق من غير برمي، مش بسمعك هكا صحيح. اما شوف، لازم نقولوا حاجه صعبه وديك، هذا حتى كان هو يحب يعرض على البوليسي، مش كل نجمه يلقاوه، عندهم البلاك نتاعو، فما اللي كان يهرب بدون سيرفيونس هنا في نيس، معناتها نجمو يشدوه. وفي الاخر حتى كان تهرب من البوليسية، لابين معناتها الفونكسيون على مكتوبه في الحقوق في الكود بينال هي ان نون بريزونمون ماكسيموم، معناتها عام في الحبس ماكسيموم، مش قتل. مش لا، جايين لعملية القتل وعلاش القتل وكذا. زياد شو يعمل غادي في نيس؟ يخدم بطال يقرا؟ لا بطال، كان يخدم مقبل في المرمى، وكان شد سادة في البونجرية، ما في وقت هكا ما كانش يخدم. واضح به. جوست معناتها باش نوضحوا للناس، زياد يعيش توا 15 سنة في فرنسا، بالتحديد في نيس، عمره 24 سنة. معناتها صارت العملية وقت اللي شدوه أمنيين قالوا له أحبس، ما حبش يحبس، ومن بعد وخر بالكهرباء، بعد حصروه الأمني يهز الفرد ويقتله. شنو هي الرواية اللي تقدمها الجهة الأمنية الفرنسوية؟ علاش البوليس تير عليه؟ هو شوف، لازم ننقروا كون ديما هذه الحكايات كيما كاكا كيفاش ما توقف لتقصد من البوليس، يستخدم ديما لسانديكات البوليس، فهمت؟ يقولوا لك كون البوليس راه عمل هيك وقتل، معناتها هو في حقوقه وهو عنده حق كيف يقصد. اما شوف، هما قالوا من الاول كون زياد كان البوليس ما يعرفش بفرسوش، زياد كان مشي يحفظ صاحبه البوليسي اركان برا، معناتها يحبوا يعديوها دون لو كونتكست نتاع دفاع عن النفس او دفاع عن زميل. ليجيتيم ديفونس، حمي قالوا من الاول كنوا ثم بوليس، انا مش معناتها زياد مش يعرف أيوة، ولكن احنا اللي رينا الكهرباء قاعده توخر مش قاعده تقدم. اكزاكتومون، احنا رينا خيزيت معناتها فيسا جاونا الفيديوهات من المجتمع، والتيمون بيبقوا يكلمونا ويكلموا صحيحة وكلها تبادي تسألها غيبها كافية. وانا بيان فيو معناتها ما فماش بوليس قدام الكهرباء، والبوليسي الغرب هو على جنب، معناتها ما عنده علاش مش يخاف، وما فماش حتى ما فما حتى أمني مقابل الكهرباء اللي ممكن دهسوا ولا عفسوا. بدا تسريب منطق متاع زياد نجم يكون إرهابي أو كان ناوي على عملية إرهابية، فعملية استباقية تم قتله؟ لا، هكا يكون كيف قتل، ما فما حتى شيء لا يلصق زياد على إرهاب ولا أي حكاية. ولازم نقولوا حاجة أخرى، كيف هما قتلوه ما يعرفوش عليه لا اسمه
لا يسوق بالبامي ولا لا جنسيته ولا شكونه ولا حتى واضح حتى شيء معناتها اصلا شي. حتى ما يسوق بلاش برمي كانوا ما يعرفوهاش المعطيات هذه ما يعرفوهاش على راي راهو كانوا ما يحمش يوقف باش ما يحمش يوقف هي حاولوا ما تبيش باش يوقف هو ما يحمش يوقف وبعد ما قتلوا ما تبداو يلوجوا على السبات مزمزم هو تشد اكبل صحيح هو تشد انا مش على قضية صعيبة فهمت على شوية على شنو كان موقوف زياد كان موقوف معناتها حتى يبي دي استوار دو سمحني دو دروغ ما ست شهور ترويج ولا تعاطي سيتي با اون غروس ايستوار فهمت حكايه مش كبيره 6 اشهر توقف 6 اشهر تحكم 6 اشهر معناتها في الحبس غادي تحكم 6 اشهر حبس غادي وعداهم وخرج وعداهم وخرج معناتها مش قاعدين نوجوا عليه ولا عنده اللي با ريشيرشي ماهوش عنده سوابق على اساس انه ريشيرشي ولا في اطار يبحثوا عليه امنين به اليوم تقدمت اكيد العائله تقدمت بقضيه في القضاء قبل ما نحكيوا على المسار القضائي وسيادتك اليوم محامي العائله التعاطي الاعلامي الفرنسي متعاطف مع الضحيه زياد او الحقيقه منحاز الى الامن الفرنسي شوف سال بيريود فهمت من الاول كانوا الجورناليست ما عندهم كان الفيرسيون تاع البوليسية فهمت ما عندهم كان البوليسية اللي تكلموا وقالوا كانوا زياد من جي ماشي عارف صار واحد وكان اقترح كان ما قدوش لا هو فما بوليسي كان باش يموت بوليس واضح اي كان باش يموت بوليس من الاول قالوا كاك فهمت وبعدها شحنا بحثنا على فيسبوك وبحثنا على انستغرام وقلنا معناتها عنده دي فيديو تيمونياج ولا ينجم يشاهد معناتها دي تيمون يكلمونا بداو الناس يكلمونا ويبعثونا لنا الفيديوهات وقد اي خاطر شفتك انا البارح في بلاتو في التلفزه معناتها حاضر وتكلمت كمحامي للضحيه وكان فما محاوله انهم يسمعوا الروايه الاخرى اكزاكتومون ومعناتها كيف بدينا معناتها نواليو على الحقيقه لي ميديا معناتها الجورناليست هنا في فرنسا بداوا يبدلوا في الـ في الـ في الـ في الاوبينيون تاعهم معناتها تاعهم من الاول كانوا معناتها كان مع بوليسي وتو يمنوا كانوا فما مشكل والبوليسي اللي قتل لازم نقولوا حاجه اخرى البوليسي اللي قتل على 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 اللي قتل زياد دوما ضرب بالسلاح نتاعو بالكرتوش بالكرتوش حي كرتوش حي بيان سور ما حاولش شي ما عمل باش يحاول معناتها زياد يقعد حي معناتها ما عمل لا مساج كارداك لا خرج من كابه لا بربي اسمح لي ولو ما عادش كنت نجم تجاوبني على السؤال هذا ولا وين جات الكرتوشه في زياد وين في على ما مستوى في الراس في الصدر في الصدر جات في الصدر قريبه للقلب معناتها إنه باتيري على ساقيه إنه باتيري ما هيش محاولة لأنه يشل الحركة نتاعه كانت معناتها محاولة قتل متعمد صحيح وخاصة كيف ترى الفيديو معناتها كان من بعد 2 متر ما بين هو وزياد معناتها كان ينجم يقمر على ساقه مثلا ولو انه ما عندوش الحق هو يستعمل الكرتوش اصلا ولكن قولوا كان حب يشل الحركه باش ما يخليش كما يقولوا هما يدهس بوليس واحد اخر بالكهرباء كان نجم يضرب على الساق كان نجم يضرب الكهرباء بيدها على العجالي هو الى تيري والضربه ديريكت مشات في القلب ديريكتومون دونك قتل عمد هذا صحيح هكا قلت لي الى جانب هذا بعد ما قتلوه ميم با ايزون رياجي باش يحاولوا يمنعوه ويسعفوه ويهزوه ما عملوا حتى شيء استناوا حتى لين جاو البومبيي فهمت باش يحاولوا قداش قعدت الاسعافات باش وصلوا؟ 25 دقيقة وقت اللي وصلت الاسعاف لقاو زياد توفى ولا توفى في السبيطار؟ توفى لقاوهم ديجا توفى واضح اليوم القضيه اش فما؟ اش عندكم في القضاء؟ شوف احنا قدمنا قضيه ضد البوليسي حتى احنا وحتى القاضي معناتها قال انه فما معناتها هوميسيد فولونتير معناتها كونه حد يقتل زياد من غير حتى حق فهمت وتو احنا مش نطلبوا من قاضي يعملوا نعرفش كان دراب يعني مش يعملوا ريكونستيسيون معناتها يعملوا ريكونستيسيون معناتها يعودوا لسان يعودوا معناتها الرساله باش اعاده تجسيد العمليه اي صحيح
صحيح ومش نطلبوا سادة اكتحفيز باليستيك معتها نشوفوا كيفاش معتها البوليس ما وين دخلت الكادوشة وين خرجت والبوليس وين كان ومعتها كيف هو كان معتها المسافة اللي بيناتهم الزوز وتحديد المسافة والتحليل البلاستي للكرتوشة كيفاش مشيت مشيت مباشرة فما عملية ارتداد متاع كرتوشة هذا كله مهم هاي؟ صحيح وطلبنا السادة مش نطلب السادة المدينة اللي كان يحب فيديو سيجان في البلدية باش نشوفوا معناتها تمام تسمح لتحد المجدديات هذا مش يستقبل مثلا مثلا كان يحاول يهرب حاجة في مكان خاطر احنا انا ناو تو في الفيديوهات ما تسمح لتحد اما باش بواتر سيور فهمت نطلبوا من البلدية مدينة سامحني استاذ معناتها تم ايقاف الامني عن العمل واحتجازه مبدئيا على ذمة التحقيق ولا يخدم عادي لا لا ماتش يخدم ماتش يخدم موقوف على العمل اي على البوليس اي موقوف موقوف في السجن ولا موقوف على العمل لا موقوف على العمل موقوف على العمل زياد تدفن غادي باش يروحوا به لتونس عائلته غادي باش يروحوا به لتونس ان شاء الله ومشي تدفن ان شاء الله في ولاية الشخص هو أصيل منطقة صفاقس واضح عائلته غادي ولا عنده شكون غادي ولا يعيش وحده غادي ولا كيفاش لا عائلته كلها هنا معناتها هنا في النيس ومش روحه أم وبوه أخواته غادي بوهم توفى بوه الله يرحمه به دونك أم وأخواته غادي أم وأخواته غادي واضح دونك شي روحوا به وقتاش عملية الترحيل الجثة للقيام بمراسم الدفن اليوم نورمالمون ما كانش ياخذوا معناتها سون كور فهمت يبغوا ريكوبيري سون كور اليوم تاخذوا الجثه من المستشفى صحيح ومن من من اليوم وماشي نحن باش نحضروا معناتها الغاباتريمون باش يروحوا به البلاد واضح ان شاء الله ربي يرحمه واذا كان فما تفاصيل جديده نبقاو على تواصل استاذ شكرا لك على تقديم كل المعطيات هذه المتوفره فما حاجه اخرى نجموا نقولوها للراي العام احنا نستناو من 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 شعب من شعب تونسي اللي موجود خاصه في نيس مناف في الساحل اللي باش عايشين في نيس يكونوا موجودين على حد خاطر على حد من 11 ا بارتو دو 11 فما كيفاش نقولوا مانيفيستاسيون معناتها اون مارش بلانش وين باش تتعمل هذه مسيره سلميه في نيس سلميه مش تبدا من من 11 من دار زياد هي موجوده في الكارتي دمرلان في نيس دونك هذا باش تصير مسيره سلميه قدام دار الضحيه في نيس مسيره سلميه في التعاطف مع الضحيه والمطالبه بانه ياخذ حقه قضائيا